إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد وفيديو جديد وهنتكلم عن تظليل البيوت المحمية. ده بيت محمي سجلت فيه الحرارة الساعة 10:30 36 درجة، فما بالك بالساعة 11 والساعة 12 والساعة 1، اكيد ان الحرارة بتزيد. احنا عشان كده احنا هنتكلم وهنضلل وهنتكلم عن التظليل. التظليل ان احنا بنحافظ على درجة الحرارة المناسبة للبيت، بان احنا بنمنع اشعة الشمس انها تدخل كلها او نمنع اشعة الشمس الزايدة. والتظليل له انواع كتير، في ناس بتظلل بشبك التظليل، وفي ناس بتضلل بالطين، وناس بتضلل بالجير، وناس بتضلل بمحاليل خاصة بالتظليل. احنا هنتكلم النهاردة عن التظليل بالجير وفوائده. فايدة التظليل عندنا ان احنا بنحمي المحصول من احتراق اشعة الشمس القوية، والحاجة التانية ان احنا بنوفر الطاقة. لما الحرارة بتاعتنا لما احنا بنظلل الحرارة بتاعتنا بتنخفض، وبالتالي الكهرباء بتفضلش شغالة على طول، والمراوح بتفضل تشتغل وتطفي وتشتغل وتطفي، وبالتالي احنا بنوفر فيه الطاقة وبنحفظ المية. بنحفظ المية ازاي؟ احنا لما بنظلل بيبتدي البيت درجة حرارته بتنخفض، وبالتالي ان المية بتفضل ما بتتبخرش، وبالتالي بتفضل الارض رطبة. الحاجة الرابعة ان احنا بنزيد من كفاءة التبريد. لما بنضلل بتبقى البيت بتاعنا ضل، وبالتالي التبريد بيشتغل كويس وبيدينا كفاءة تبريد عالية. احنا هنا بنظلل بالجير، تشوف كده الجير تقول ان هو خفيف، انما احنا بنعمله خفيف شوية لانه لما بينشف بيبتدي يتقل، فبالتالي احنا بنحاول نعمله خفيف شوية، ما بنتقلهوش، عشان لو تقل بيدينا مجموع خضر قوي وما بيديناش مجموع ثمري. احنا عايزين نكون مظللين وفي نفس الوقت ما نزودش التظليل عشان خاطر البيت بتاعنا ما يتجهش للمجموع الخضري بدل الثمري. اشوفكم في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.